حق العقار، لا تقولوا والله هذه خف، ما في دواء، مو شيء، أدوية حرام إلا في حال ضرورة قصوى، ما عدا هذا ليش؟ إحنا كنا هال تو كنتوا كنا نأخذ أدوية نشاط قوة أكل، بس إحنا قمنا نتمادى. أوكي، اللي هو مضبطات الشهية فعلًا تساعد على وقف الشهية، هذا كلام صحيح، ولكن شو تسبب؟ تسبب إثارة للجهاز العصبي، لأن فيها ارتباط في مادة كيميائية يسمونها أمفيتامين. فعلا ما نشتهي ناكل. لما انت بتاخذ هالادويه من توقف هالادويه تعود الشهيه مره ثانيه برغبتها مره ثانيه، ما سوينا ما حلينا المشكله، ينتقم هالمره بقوه. شنو الاثار الجانبيه للنظام الحميه بالعقاقير؟ خفقان القلب 100%، زياده في دقات القلب، نعم، صداع، عوار راس، جفاف بالفم، الشعور بالدوخه دائما دايخ الاخ وين بعالم ثاني، طبعا امور ثانيه. اوكي، فالجرعات الكبيره فيها بعد الناس يقول لا لا اخذ حبه، لا اخذ حبتين، لا يبغى حبه كذي حبتين ثلاث، هذا سبب تلف في خلايا المخ، خاصه في لون البرامين يسبب تلف بالمخ. يا جماعه والله والله ودوا رساله، ودوا فهم اهاليكم زملائكم زميلاتكم، ترى الادويه ضرر، يمكن انيا فعلا انا استفيد ولكن بالمستقبل القريب لها تاثير الناس ما تدري. فرجاء منكم انتم توصلون هالرساله، كل شيء خارج الطبيعه خارج شغل ربنا خطا. من يسبب هذا؟ من الشركات الكبيره تستفيد بالملايين على 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 حساب صحتنا. فوق هذا يسبب فقدان الذاكره، يسبب قلق نفسي، تدمر الياف العصبيه، يعني احتمال اذا النباهه الذكاء كان كله تروح مع الايام. هذا بعد دراسه من جامعه جون هوبكنز، يعني شو اسمه عندنا في امريكا، جون هوبكنز يمكن سامع عن اكبر جامعه يعني في امريكا في الطب. اوكي، طبعا انا حاط لوحه عشان نربيان بالكوليسترول، ولكن انا حاط ان هذا شيء مفضل بالنسبه لنا على البرنامج. زين، اكو دراسات سووها بالنسبه حق السمنه. معدل الوفيات في امريكا اكثر من 100,000 شخص بسبب اخطاء طبيه، ها؟ بسببنا احنا. 100,000. اكو ناس اكيد عندنا احنا مشاكل بس ما حد يدري، ها؟ بس اكو ناس يقولون والله احنا اخطانا في هالشيء ويكتبون على نفسهم. 100,000 شخص يموتون سنويا بسبب اخطاء طبيه. نسبة امراض القلب في ارتفاع. مع ان الناس قاموا ياكلون اكل من غير دهون، ها؟ يروح للجمعية ياخذ جبن بدون دهون، ما وياخذ حبوب، ومع هذا ما تشوف فلان توفى الله يرحمه، ياخذ حبوب ياخذ الدهون قليلة، ها؟ فإذا اكو خلل، اكو مشكلة. فإذا نسبة امراض القلب في ارتفاع، مع ان واحد ناس الدكاترة والاطباء ينصحون يا جماعة لا تاكل، لا تاكل، ما سووا شيء، ما سوينا شيء، عدل؟ قاعد ننصح. فوق هذا كله نسبة السمنة من بداية الستينات للحين صارت زادت بمعدلات عالية، يعني كان 14% الحين 33%، مع ان الجمعيات مليانة في اشياء كثيرة، لو كالوري، قليل من السعرات الحرارية، ما في دهون و الى اخره، ولكن نسبة السمنة زادت بمعدل كم؟ الى 33%، مو شوية، نسبة كبيرة جدا. زيادة في امراض السكر، امراض القلب هم بسبب السمنه الزائده، عدل؟ أوكي. فاذا شنو شافوا؟ شافوا ان تناول الدهون ما لها علاقه بامراض القلب، تناول الدهون ما لها علاقه بامراض القلب، هذا من جامعه هارفرد كوتد، يعني مو انا قاعد اقول، سووا دراسات
وشافوا انه ما له علاقه. طبعا اذا المرض اشتد ذيك الساعه يحاولون، ولكن اساسا ما له علاقه. على جامعه هارفرد، جامعه هارفرد بعد الكل يعني اشتدت التاريخ، وخاصه الدهون الاحاديه الغير مشبعه مثل زيت الزيتون يخفض نسبه امراض القلب. ها تقول والله هذا قاعد يخورك، لا لا ما قاعد يخورك، كلام صحيح هذا. روحوا في فلسطين في قرى مصر، شوف واحد معمر 90 سنه يوم ياخذ نص